السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا البرفانة ديت اللي انا اشتريتها اللي جات لي امبارح، حتى انا عملت فيديو عن فتح الصندوق الصغنطوط اللي انا جبته، اللي فيه الحاجات اللي عجبتني، يعني اللي انا اشتريتها من الشهر ده. وجبت اون ذا ايدج، انا كلمة ما كنتش عارفة اقراها بصراحة، يعني حرف الفرانكو ده تقريبا او حرف الايه ده، انا ما كنتش واخدة، مش عارفة يعني بصراحة. في حد يعني قال لي في البث المباشر اسمها اون ذا ايدج. هنفتحها مع بعض ونشوف هي ريحتها ايه. دي طبعا اودو تواليت، حجمها 50 ملي. العلبة بتاعتها زي ما انتوا شايفين. هنشوف البرفانة ريحتها ايه وهنبتدي نفتحها. انا ان شاء الله متفائلة ان هي تطلع ريحتها كويسة، ريحتها حلوة. انا كنت جايباها بس ما كانتش ليا، انا كنت جايباها من فترة بس ما كانتش ليا، كانت هدية، فملحقتش ان انا يعني اشمها ولا اي حاجة. بحاول افتحها لان هي اصلا مش بتاعتي، هي بتاعت اختي. فبحاول افتحها من غير ما اقطع الورقة، عشان هي بتضايق قوي لما بقطع الورقة، يعني بتضايق قوي، بتحب الحاجة تكون متغلفة يعني. انا بحاول بس افتحها من غير ما اقطع الورقة عشان ما نضربش. اوف، لا ما قطعتش حاجة، الحمد لله. شوف بقى ايه الدنيا. واو، شكلها حلو جدا، شيك قوي 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 كمان. واو، حلوة قوي، شكلها حلوة قوي بجد. واو، الغطا بتاعها تقيل من الباج اللي هو التقيل، مرسوم عليه الشكل بتاع اوريفلام، ومكتوب، هنشوف الصنعة فين، اكيد بولندا. بولندا، من بولندا. هنشوف بقى الريحة ايه اخبار. طبعا هي لونها زي ما احنا شايفين، هي واخدة الشكل اللي هو الزجاجي الكريستال، اللي هو مضلع زي ما احنا شايفين، واخدة الشكل اللي هو المضلع اللي عامل زي كريستال كده. شكلها شيك قوي 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 بصراحة. وبصوا، انا دايما بقول ان اي برفانة اعرف منين ان هي اصلية، تبصي في الاخر هنا لقيتي الورقة دي، يا رب كده تكون واضحة، هنا الورقة دي نعرف ان هي اصلية على طول، تمام. وبيبقى في بعض الاحيان بتبقى الكلام محفور عليها، يعني اسمها بيبقى محفور على، مش مجرد لزقة ملزوقة، تعرف ان هي من بره ومستوردة من الختم دوت. دي ورقة بتتشال يعني، مكتوب عليها الانتهاء. على فكرة البرفانات انا عايزة اقولكم ان هي ليها صلاحية، يعني دي مكتوب اكس 9 2004، سوري 2004 ايه، 9 2024، يعني دي قدامها 4 سنين. فبس على فكرة دي حاجة معروفة البرفانات، بس مش بتبوظ، بس هي ممكن، يعني ممكن هي دلوقتي اقدر ان انا استخدمها على جسمي، ممكن، مع ان هو غلط اصلا يعني، بس ممكن هي ينفع استخدمها على جسمي، بس بعد ال4 سنين هيبقى صعب ان انا احطها على جسمي، المفروض احطها على الهدوم بس. لكن انا طبعا معروفة ان انا بخزن البرفانات، دي حاجة عادية، بس هي البرفانات بيبقى ليها فعلا تاريخ انتهاء يعني. وعلى فكرة في برفانات بيقولوا ان في برفانات يعني بتبوظ، بس
هي مش بتبوظ، هي بس لونها بيتغير، بس لما لونها يتغير هي مش بتبوظ، هي بتتعتق، الريحة فيها بتتعتق، لكن دوت عمره ما كان بوظان أبدا. ودي طبعا باغ برضو، والغطا باغ، وزي ما احنا حكينا القصة هنشوف بقى الريحة بتاعتها أخبارها ايه. واو حلوة قوي. بصوا بقى يا بنات، نحكي بقى عن الريحة. أولا هي شوجر، يعني أول حاجة كده تتقال نحطها كده، هي شوجر 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 شوجر، يعني في يعني هي شبه برفانة، بس أنا مش عارفة أجيبها قوي. ممكن نقول الريل فلاورز اللي هي في إيفو، بس على يعني أرقى شوية، يعني على أرقى وأهدى شوية. بصوا هي شجري خلاص، بس على فكرة يعني أنا ممكن أجيب واحدة منها تاني، ريحتها عجبتني. هي شجري وأنا ما بحبش حاجات الشجر خالص، بس ريحتها شيك قوي في نفسها وهادية، مش شوجر تعصب الواحد وتبقى رخمة كده، لا 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 لا، هادية قوي 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 قوي. وحاسة ان هي فيها، حاسة ان هي فيها ثبات عالي، بس انا مش هستخدمها دلوقتي، يعني ابقى صعب ان انا استخدمها بصراحة. انا هشيلها، لازم اعتقها مثلا بتاع فترة كده. فبجد يا بنات اتمنى ان انتوا تشتروها، ريحتها عجباني قوي 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 قوي، ريحتها حلوه جدا. فبجد يعني انا ممكن اشتري واحده منها ليا، برغم ان بيبقى فيه بقى شحن وكده، بس ممكن بقى اشوف اي حد يشتري معايا حاجه او كده. فبجد هي ممتازه جدا وريحتها حلوه جدا، ونازله الشهر ده بسعر، هي اصلا ما بتعديش، يعني هي على طول بتنزل ب 275 ب 300 في الحدود دي، نازله الشهر ده ب 199. لو انت عامله العضويه هتاخديها ب 155، لو من غير العضويه ممكن بقى معرفش الشخص اللي انت هتشتري منه ممكن يبيعها لك بكام. بس وده كان النهارده يعني الشو بتاعنا الحلو، البرفانة الحلوة دي. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم، عايزين اي استفسار او عايزين تقولوا اي حاجة انا معاكم، عايزين تسألوا عن اي حاجة برضو انا معاكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش يا بنات بقى اللايك وسبسكرايب للقناة. شكرا للناس الجميلة العسولة اللي بتعلق لي التعليقات الجميلة ديت، واتمنى بقى ان انتوا تشجعوني كده باللايك الحلوة بتاعتكم، يعني حطي لايك، يعني حطوا لايك، حطوا لي لايك، انا زي اختكم يعني، حطوا لي لايك. ما تنسوش اللايك يا بني. مع السلامة.